السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم، وحشتوني. أتمنى الحلقتين اللي فاتوا يكونوا عجبوكم إن شاء الله، في تقدم وفي استمرارية وبدعمكم إن شاء الله الدنيا هتبقى أحسن. أعزائي المشاهدين، حاليا أنا موجود في شارع عبد الخالق ثروت، على ايد الشمال قدام شويه كده، على ايد الشمال بالظبط جروب. والنهارده ان شاء الله احنا نتفرج على شارع الازهر، هنطلع كوبري الازهر نتفرج على العتبه من فوق كوبري الازهر، وبعد كده نتفرج على المساكن وعلى البيوت القديمه، وبعد كده نطلع نلف من عند دار الافتاء المصريه ومسجد عمرو بن العاص، ونلف كده من عند الازهر ونرجع تاني. هنخش بقى شارع الازهر وننزل لغاية العتبة، ويمكن كمان لغاية جراج الاوبرا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين. شوارع مصر يا جماعة هي مش محتاجة المرشد سياحي يكون معاك، مش محتاجة. تحذير: كاميرا حزام الامان او استخدام الهاتف، ثم بعد ذلك كاميرا ثابتة لمراقبة السرعة، الحد الاقصى 50. اهو ده بقى حافظ مش فاهم، هنا مفيش رادارات، وهنا السرعة ما تنفعش اصلا تبقى 40، احنا ماشيين 10. الشوارع زحمة يا جماعة، احنا هنا كده تعتبر في منطقة وسط البلد، يعني منطقة سياحية، منطقة تجارية، منطقة كثافة عالية جدا من الناس فيها، غير اشارات المرور، في كل شارع اشارة مرور، اللي بيخلع بس هو الموتوسيكلات زي ما انت شايف كده واللي ماشي على رجليه، انما العربيات هتقف هتقف. فما تقوليش بقى هنا 50 وهنا 40 وهنا 30، في شوارع اصلا ما بتمشيش فيها بالعشرين. يا اخي برضو سواقين التاكسي دول عاملين ازمه في كل مكان، كل حته عاملين فيها زحمه. اطير طيب، يعني اخبط اللي قدامي عشان ترتاح، يعني اعمل ايه طيب؟ كده احنا وصلنا ميدان الاوبرا يا جماعه، ده ميدان الاوبرا. طبعا اللي على ايدنا الشمال ده مبنى المحافظه وجراج الاوبرا، وفي وشنا كده النفق بتاع الازهر، والكوبري بتاع الازهر برضو في وشنا كده، يعني الاشاره المديه احمر دي او بتاعي اللي باخضر هنكمل على طول هنبقى ايه في وش الازهر. طبعا ده مبنى الشركات، ده مبنى كله شركات تجاريه كلها. طبعا دلوقتي نتحرك بقى ونخش ايه على كوبري الازهر، ونتكلم عن شارع الازهر، ونتفرج على العتبه وشارع الازهر من فوق كوبري الازهر. يلا بينا يلا بينا. ده جراج الاوبرا، جراج متعدد الطوابق. طبعا اللي في المبنى اللي في وشنا ده، ده مبنى محافظة القاهرة، الجراج في ظهره هنشوفه دلوقتي برضه. طبعا ده نفق الازهر يا جماعة، اللي على يدنا الشمال نفق الازهر. احنا هنطلع الكوبري، طبعا لو يدونا فرصة بس نطلع الكوبري هتودينا زي الفل. الحمد لله طلعنا كوبري الازهر. نتفرج بقى، ده يا جماعة جراج الاوبرا اللي على ايد الشمال ده، ده الجراج. اللي على ايد اليمين دلوقتي ديت المطافي، شوف احنا قطعنا قد ايه. اللي تحت ده بقى سوق العتبة، سوق العتبة من فوق ومسرح الجمهورية. اخص على الاعلانات، تضيع اللحظات الجميلة. ده ميدان العتبة يا جماعة.
طبعا زمان ما كانش فيه أسماء للشوارع قبل عهد محمد علي باشا. قبل محمد علي باشا ما كانش فيه حاجة اسمها الشارع ده اسمه ايه، كانت أحياء ومناطق، وكانت بتتسمى أحيانا باسم القبيلة اللي عاشت فيها وعمرت فيها وكانت من الأوائل اللي عاشوا فيها، أو كانت ممكن تتعرف بمنطقة. بعتذر عن القطع اللي حصل، يعني تقدر تقول كده لغاية سنة 1847 ما كانش يتعرف اسم شارع في مصر. ده طبعا كان بيعمل متاعب كتيرة للناس الأغراب وهم جايين مثلا يدوروا على قرايبهم أصحابهم، فكانوا بيستعينوا بالمرة، يا جماعة شارع فلان الفلان نروحوا فين، يقولك خش يمين في شمال على طول زي ما انت كده هتلاقيه في وشك على طول. فكنت ايه، احنا وصلنا الغورية، الحمد لله على السلامة يا جماعة، الحمد لله على السلامة. ورجعنا لكم تاني للمرة التانية، وبعتذر عن القطع، عيوب فنية. المهم يا جماعة دلوقتي احنا في شارع الأزهر، من أهم المحاور المرورية في العاصمة المصرية، شارع الأزهر. يا زنقني وجنبك فاضي، ازنقني كمان وانا راضي. وشارع الأزهر سمي نسبة للجامع الأزهر. هنا يا جماعة الشريان الرئيسي اللي بيوصل ما بين منطقة الأزهر وباقي مناطق العاصمة، زي شارع بورسعيد، زي الخليج، زي سيدة زينب، زي صلاح سالم والأوتوستراد والمقطم، وسط البلد، القصر العيني، قصر النيل، طلعت حرب، مناطق كتيرة جدا جدا جدا. فهنا الشريان. طبعا تاريخ المنطقة هنا أو تاريخ الشارع اللي أنشأوا الإنجليز، أنشأوا ليه؟ ضمان لإمكانية نقل المعدات بتاعتهم للوحدات العسكرية، تمام؟ هنا برضو كان اتعملت ثورة 1919، اتعملت على طرماي. طبعا الأزهر لعب دور محوري جدا جدا جدا. طبعا الطريق ده كان أحد أول طرق المنطقة أنشئ على الطراز الأوروبي، أي المستقيم الواسع. هي اتقالت لي كده وأنا قلتها لك زي ما هي كده. يا جدعان السواقة فن مش عن، خش هتجيبك علشان هسيبك، شخبط على الكلام، ما انا عارف علشان انا اجدع منك، ثقة في الله مش غرور. على ايدنا اليمين دلوقتي مستشفى الحسين يا جماعة، دي مستشفى الحسين، سور مستشفى الحسين على ايدنا اليمين، اخر السور ده باب المستشفى. كمان خد بالك اخر الشارع ده يمين هتبقى صلاح سالم حديقة الازهر، والبارك بتاع الازهر برضو في المطلع ده قدام اللي عند اليافطة اللي قدام دي. طبعا احنا دلوقتي هنلف من عند دار الافتاء، دار الافتاء المصرية، ومسجد الجعفري، ونلف ونرجع الشارع الناحية التانية يا جماعة. هنا طبعا مفيش دخول، هنا خروج بس. هنا هنلف كمان رايحين من عند الدراسة كده، نلف من عند الدراسة. يمين مع الطريق كده تنزل النفا، تطلع على طريق الاوتوستراد من فوق كده على طول، دار الافتاء وصلاح سالم وحديقة الازهر والبرك، اتجاه طبعا السيدة عيشة والسيدة نفيسة والكلام ده كله. طبعا هنخش يمين من هنا برضو تطلع صلاح سالم، احنا مش هنخش يمين بس، من هنا تقدر تطلع على حديقة الازهر لو انت جاي من وسط البلد وكوبري الازهر من هنا كده. احنا بقى طريقنا كده دار الافتاء والدراسة وشارع الازهر تاني ومدان العتبة بقى واحنا نازلين. ده يا جماعة طريق صلاح سالم، على ايدنا اليمين ده طريق صلاح سالم رايح جاي، اللي على ايدنا الشمال دار الافتاء بقى، دار الافتاء المصرية. هنا لو حد عنده اي مشكلة مع اهله، مع عيلته، طلاق، جواز، تجارة، حلال، حرام، هنا دار الافتاء المصرية. البوابة بتاعته اهي يا جماعة، دي البوابة بتاعت الدار، وده كوبري المشاة لو انت هتعدي الناحية التانية صلاح سالم، يعني لو انت هتركب مع صلاح سالم على طول بدل ما انت ايه مفيش منزل ولا اي حاجة. ده النفق بتاع صلاح سالم، نفق الازهر برضو، او النفق اللي بيطلعك على ميدان الاوبرا اللي احنا بدأنا تصوير منه.
دي مستشفى القاهرة الفاطمي. ده مسجد الجعفري. اللي على ايدنا اليمين ده موقف الاتوبيس. اهلا وسهلا بكم في منطقة الدراسة. ده اقدم محل كشري في منطقة الدراسة. شوية كشري عنب. طبعا لو دخلنا يمين كده نطلع على الدراسة وغمرة والعباسية، مصر الجديدة، جسر السويس، كل الكلام ده. شمال كده يا جماعة احنا هنطلع على شارع الازهر والعتبة. يلا بينا نخش شارع الازهر والعتبة ونتفرج على المباني والطرق والشوارع، ودينا بنتكلم مع بعض. ولو عايزيني ما اتكلمش او احكي لكم او ادردش معاكم اكتبوا لي في الكومنتات، واكتر كومنت هيجيب لي لايكات هنعمل باللي فيه ان شاء الله. بس اكيد مش هيبقى في حلقه النهارده، يعني ده اهم حلقه. شارع الازهر وسط البلد، الطريق الرئيسي طريق انجليزي يا راجل. وعلشان الطريق الانجليزي ده انا هتكلم معاكم عن يوم 7 اكتوبر. يقول لك يا راجل ما الناس كانوا عايشين، وعلشان بقى الناس كانوا عايشين وعلشان لسه في ناس بتسأل كان لازمته ايه اللي حصل يوم 7 اكتوبر. تحسها نفس تساؤلات الناس اللي استغربوا ان سعد باشا عامل مظاهرات ضد الانجليز، نفس الناس اللي شتمت احمد عرابي لانه دخل الانجليز مصر. حبيت بس يعني ايه اوضح حاجة مهمة كده. سواء اللي حصل ده كان حصل ولا ما حصلش، الخطة كده كده كانت هتتنفذ، والمسألة مسألة وقت. ومعروفة الخطة، الخطة معروفة من سنة 1971، واللي حطها هو أرئيل شارون بنفسه، وهي خطة الأصابع الخمسة، The Five Fingers Plan. والخطة حضرتك بدأت بالفعل سنة 2005 لما الناس كلها استغربت ليه شارون اللي كان مؤيد جدا لبناء المستوطنات هناك طول حياته فجأة كده خرج وغير كلامه وقرر يعمل فك ارتباط ويفك المستوطنات بما فيها مستوطنة نتسهرين اللي كانت في نص المدينة، وازاي يهجر اهله وناسه من بيوتهم بالقوة. هل فجأة حب العرب؟ لا يا سيدي، لا 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 عزيزي المشاهد. الفكرة كلها في الخطة دي، وهي خطة للسيطرة التامة على المدينة الساحلية والتوسع على حساب أراضي جديدة. Oh.
الكوبري ده بقى يطلعنا على مديرية الامن ويطلعنا على السيدة زينب وعلى عابدين وعلى الضرب الاحمر ومصر القديمة الكوبري ده، ويرجعنا برضو وسط البلد. طبعا من تحت كده نخش بقى على الموسكي والعتبة، ونخش على شارع عبد العزيز وشارع محمد علي وشارع بورسعيد، نشوف النجف، الادوات الكهربائية، نشوف محلات البلاي ستيشن، هنشوف كل حاجة جميلة بصراحة في ميدان العتبة. قلت لك من الإبرة للصاروخ. احنا نسيبنا من دور المحقق كونان دوت ونتكلم في المهم، الترندات، الحاجات اللي بتجيب فلوس يا جماعة. يعني انا عايز اقول لحضرتك بس ان الكلب البلدي، عارفوا الكلب البلدي ده اللي هنزل لك صورته حالا دلوقتي، اهي الصورة دي، الكلب ده اللي عمل لنا دعاية سياحية محترمة لفت العالم كله بأقل مجهود يذكر وبدون أي مصاريف أو خطة دعائية أو نشرات سياحية بملايين الملايين لسنين قدام. دعاية ما حصلتش قبل كده وما اعتقدش هتحصل تاني بالشكل ده. دعاية أكبر وأكتر من المتحف المصري الكبير يا راجل. كلب عمل دعاية أكبر وأكتر من دعاية المتحف المصري الكبير. هتقول لي ايه الحكمة من الاعلان دي يا ابو جلال؟ هقولك اعلان عشوائي، اعلان عشوائي، هيموت المعلم وهو لسه بيتعلم. كل القصة حضرتك ان الكلب ده تسلق فوق الهرم الاكبر وهو بكامل قواه العقلية والنفسية والاجتماعية، ما هو لازم التلاتة دولت يتواجدوا لعمل ضخم زي العمل اللي حصل ده. وواحد يا سيدي من السياح اللي بيطيروا بالشراع فوق الاهرامات شافوا، اوبا دوج فلاش كاميرا صورة، بعدها بيومين مجموعة سياح تانية صورته وهو نازل، ما هو اتصور وهو طالع فاهمني، فهو نازل بقى لك ايه، انا لازم اخد صورة بقى فاهم، فاتصور وهو نازل من فوق الهرم بسرعة ومهارة شديدة. يعني انت عزيزي المشاهد لو شفت الفيديو وهو بيتزفلط كده تقول عليه رأس باليه.
بس يا سيدي، وانتشر الخبر في الصحف العالمية والتيكي توك وميميز وصور كرتون، والكل بقى يتكلم عن الكلب الشجاع المغوار قاهر الخوف من المرتفعات او حارس الاهرامات الجديد. وخد عندك بقى عشرات عشرات الملايين من المشاهدات، بقى اشهر من الاهرامات نفسها بره يا راجل. يعني احنا هننتظره قريبا في قصر الكبابجي، واحتمال الفترة اللي جاية نشوفه على الفضائيات بيحكي لنا عن حياته ومغامراته وسط الاهرامات وفوق الجبال. وعلى فكرة احنا ممكن نستنتج مع بعض دلوقتي اول سؤال ممكن يتسأله، يعني ممكن يقولوله احكي لنا بقى يا كلب يا بلدي، من اول ما دخلت الاهرامات ايه اللي حصل؟ طبعا هو ككلب بلدي هيرد عليه ما يقول لهم ايه، هاو 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 بس يا فندم، ولقيت نفسي ترند. يا راجل مصر دلوقتي بقت مشهوره بالكلب البلدي ده مش بالاهرامات. انا الكلب ده، الكلب ده شفت الكلب البلدي ده، لو كان بتاعي كان حل كل مشاكلي. فانا لو من وزاره السياحه يعني انا عايز اشغل دماغي بقى، شغل دماغك واستغل اللقطه دي احسن استغلال. اخد الكلب ده وانضفه كده واهتم بيه هو وعيلته وعيله عيلته واصحابه واللي بيلعبوا معاه وباقي الكلاب اللي كان بيلعب معاها، خد بالك دول مهمين جدا، وهخليه يستقبل السياح ويلعب معاهم. ايه وكم منشور كده على كام فيديو دعائي وتذكار للكلب في وجه الاهرامات، وصوره كده من بتوع ايه حركات بركات عارفهم، وهوب هتلاقي الناس جايه لك يا معلم من كل مكان في العالم، كل انحاء العالم هتلاقيهم عندك هنا. تنشيط للسياحه، شغل، مصاريف، فلوس، هتلاقي الناس جايه لك من كل الدنيا مش علشان يشوفوا الاهرامات لا سمح الله، لا عشان يقابلوا الكلب المشهور ده ويتصوروا معاه، لكن لاني مش وزاره السياحه واحنا عايشين في الواقع. فاتمنى من قلبي اللي قافل عليه القفص الصدري اللي عليه شعر صدري لو ما تمش الاهتمام بالكلب ده فاتمنى ما يتمش تسميمه، زي ما حصل مع قطه مهرجان السينما كده، او يطردوه بره الاهرامات، او يخلوا العيال الصغيره تزقله بالطوب، او يجوعوه، ولا الحاجات اللي بتغلي البنزين دي. يا راجل يا راجل ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا راجل مش قادر انسى موقف راجل محترم وكباره كان عليه مبلغ كبير كده، ووالدي كان متوفي من شهرين وهو يعني ما يعرفش، فانا قابلته صدفه وبعد السلامات والتحيات فبيسألني اخبار الحج ايه، قلت له يا اخي البقاء لله تعيش، الحج توفى. قال لي والدموع في عينيه كده من كتر التأثر، امتى بس؟ انا لسه شايفه قريب. انا معرفش بصراحة ايه اللي خلاني اقول له من اسبوعين، بس اهو اللي حاصل يعني. المهم ان حسيت ان تأثره زاد كده وخلاني ادمع، انا عيطت. وبعد شويه كده لقيته بيقول لي انا كان يعني ده كان لسه معايا، كان لسه معايا قبل ما يتوفى بيومين واديته المبلغ اللي عليا كله. قلت له بجد؟ قال لي وهكدب عليك ليه يا ابني؟ الا فلوس الناس، فلوس الناس كالناس، حتى بساله. قلت له وحياة امك الحاج متوفي من شهرين يا ابني النصابه، وهخليك انت اللي تساله. هنا بقى هو جاله صدمه، قال لي هو انت ابن مين؟ اصل نظري ضعيف يا ابني ومفكرك ابن فلان وحصل لخبطه عندي كده. قلت له لا حاسب عندك يا باشا، العنوان غلط يا جدو، معاك اسبوعين وفلوسي تبقى عندي. ها بصراحه يعني برغم انه ضلالي بس جاب الفلوس في الميعاد. وحسن السلام الختام كان معكم ابو جلال. انا نفسي بصراحه اقفل الحلقه، انا تعبت بصراحه من الزحمه والكلاكسات، وبصراحه انا مبسوط بالحلقه وكل حاجه بس الزحمه مرخمه الحلقه بصراحه، مع ان انا عارف ان انتم مبسوطين بالزحمه ومبسوطين بالناس ومبسوطين بالمناطق الشعبيه والاسواق اللي موجوده في مصر. الاسواق دي تاريخيه يا جماعه، الاسواق دي مش لسه حديثه، الاسواق دي بقالها زمن الزمن، مئات السنين الناس بتتغير، انما الاسواق والارض والتجاره هي بتتورث، كل حاجه زي ما هي، الوقت بس هو اللي غير الوقت. طيب احنا دلوقتي وصلنا للدقيقة 25، تحب اسيبكم تتفرجوا
مثلا العشر دقايق اللي فاضلين او الخمس دقايق اللي فاضلين لحد ما نوصل لميدان العتبه. احنا كده نعتبر خلاص، احنا كده نعتبر في العتبه، بس انا عايز اوصل معاكم ان شاء الله لغايه ميدان العتبه المطافي، مكان ما بدانا. بس انا بدات من ميدان الاوبرا وطلعت كوبري الازهر، فكنا عدينا على المطافي من فوق الكوبري بتاع الازهر، انما احنا من هنا هنعدي على المطافي من تحت الكوبري، فاهم اللفه اللي احنا خدناها؟ احنا في بدايه الحلقه كنا فوق الكوبري ده يا جماعه، الكوبري اللي فوقينا ده بدايه الحلقه. دلوقتي احنا تحت الكوبري، يعني اتفرجنا على العتبه واتفرجنا على شارع الازهر والمباني ومصر من فوق في بدايه الحلقه، ودلوقتي احنا بنتفرج عليها من تحت. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى ما تنسوناش وتشجعونا باللايك والشير والسبسكرايب، وهسيبكم الخمس دقايق دولت مع شارع الازهر، ونشوفكم على خير باذن الله. واتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وكان معكم ابو الجلال، السلام عليكم. على فكرة احنا كده في البدري، يعني الدنيا لسه ما تزحمتش. اهلا بيكم في ميدان العتبة. كده يا جماعه احنا في ميدان العتبه، واحنا كده خارجين في وقت قياسي. شارع العتبه عمره ما كان كده، عمره ما كان فيه المسافه اللي انا بمشي بيها دي، يعني لا انا بجري، انا حاسس كده ممكن الرادار يصورنا بصراحه. يعني الدنيا النهارده احنا بنخرج بطريقه سريعه سلسه جميله، والظاهر كده ان النهارده عطله رسميه، ولا احنا اللي جايين بدري، ولا ايه بالظبط؟ من هنا بقى يبدأ الكلام على زحمة وقلة أدب. انت عارف ايه اللي ناقصهم هنا في السوق ده؟ ميكروفون صغير كده ومعاه موبايل ولا اي حاجة كده زي الكاسيت كده، ويلا على الارض الحق العرض، ياللي ما انتش واخد بالك وماشي تعالى الحق الفرصة اللي جاية لك. انا بعدي من المرج الجديدة كتير قوي، كل يوم الصبح الساعة 7 الصبح. طب انا امشي فين؟ يعني انا امشي فين طيب؟ اخش فين؟ اللي في وشنا ده كوبري ازهر، واللي على ايدنا اليمين مبنى المطافي، وادي اسم العتبه. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واتمنى شارع الازهر يكون عجبكم والتصوير يكون عجبكم، وهستنى تعليقاتكم، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب دعما لينا للاستمراريه. طبعا يمين كده يا جماعه شارع عبد العزيز، واللي في الوش ده شارع محمد علي. يعني بص يمين كده شارع عبد العزيز، يعني الادوات الكهربائيه والموبايلات. شمال بقى شارع محمد علي، يعني المزيكا، يعني الفن، يعني المزاج، يعني السهلله، ده بتاع عصير. ده شارع عبد العزيز يا جماعه اللي احنا فيه دلوقتي.
طبعا الدنيا رايقه، مفيش كلام، الدنيا رايقه. انا جاي في وقت مميز، في وقت قاتل، في وقت يكون فيه الوقت وقت، هو ده وقت التصوير يا جماعه. بس هي الشمس بس لو تخافش شويه. ادينا دخلنا شارع عبد العزيز وصورنا شارع عبد العزيز كمان. عمر افندي بقى قدام شويه كده على اليمين. طبعا المنطقه دي يا جماعه اكلها وشربها يا اما وجبات سريعه سمين والكلام ده، او سندوتشات حلاوه وقشطه ورومي والكلام الجميل ده برضه، تمام. يا اما كشري بقى، يا اما بقى ايه حبه الفاكهه الجمال اللي من هنا. سبحان الله الحاجه هنا في العتبه حتى الفاكهه رخيصه، رخيصه عن بره. اي حاجه هنا عن بره رخيصه، ويمكن الحاجه هنا اغلى من العتبه. يعني حاجه ما بتجيبها من منطقتك اللي انت ساكن فيها بتلاقيها ازيد 100 150 جنيه عن العتبه. العتبه بتعرف تفاصل معاها، يعني في المنطقه اللي انت فيها ما بتعرفش تفاصل معاها. محل بقى وديكور وتظبيط وايجار، هناك برضو بيدفع ارضيه وكل حاجه وايجارات والكلام ده، بس مش زي ايه، مش زي هنا. هنا في كلام. ده عمر افندي يا جماعه، حاجه من التاريخ. هنا يقول لك الحاجه ب 400 تقول له 200، يا حاجه من حاجه ب 300 250، يهديك يرضيك يا عم. ال 300 امين، يقول لك امين، يقول لك كل سنه وانت طيب، اتفضل يا باشا تدوبها في عرق العافيه، تاخدها وانت بنفس راضيه كده. البيع والشراء بنفس راضيه يا جماعه، وخد ودي بشكل ودي كده، وحاسب ترجع عشان العربيه لسه عليها اقساط اهو بتاع السندوتشات اهو، لسه بقول لكم عليه. هنا ده الوجبه الاساسيه او الفطار، في طبعا فول وطعميه وكل حاجه بس مش كتيره، مش زي السندوتشات السريعه، جمبري فيليه حاجات دي. طبعا اللي مرتاح شويه هو اللي بيجيب الجمبري والفيليه، انما عامه الشعب فول وطعميه، والمتوسطين بياكلوا جبنه رومي ولانشون وكده يعني. بقى في بقى طبعا ايه الزائرين، ممكن فطيره من هنا، علبه كشري من هنا، اي حاجه سريعه ايه تمشي الرجلين، يعني تدي طاقه كده عشان تقدر تتحرك يعني، او تقف برضه عادي جدا يعني. خلينا واقفين شويه. يلا بينا، يلا 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 يلا. وصلنا يا جماعه لنهايه حلقتنا. انا مش عايز اقفل معاكم بصراحه، انا عايز اكمل كده لغايه قصر عبد الدين، عايز اروح اصور لكم قصر عبد الدين. بس كده انا ممكن احلق الحلقات اللي جايه يعني، انا بس يعني نخصص حلقه بقى لعبد الدين، نخصص حلقه لوسط البلد، نخصص حلقه لشارع طلعت حرب، لا وسط البلد تبقى على بعضها، وننزل الزمالك جاردن سيتي المناطق الجميله دي، ونروح القصر العيني، ننزل المانيال، نروح جامعه القاهره، ننزل الجيزه. اكتبوني في الكومنتات يا جماعه، اكتبوني في الكومنتات وشجعونا باللايك والشير وسبسكرايب. شارع علي ذو الفكار ده، علي ذو الفكار ده حبيبي، ده اخويا، ده صاحبي، تعالى ورايا.